متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية، نبدأها اليوم بما يسمى بخرائط الضغط الجوي والتي تشير وتدل على الأنظمة الجوية السائدة في المملكة. هذه الخرائط مع ساعات مساء اليوم السبت، والتي تشير إلى تمركز منخفض جوي إلى الجنوب الشرقي من المملكة العربية السعودية ومن شبه الجزيرة العربية، وهذا يؤدي إلى نشوءات ركامية رعدية على طول المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بما فيها منطقة ودولة الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة لمناطق الربع الخالي ووصول حتى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. بالنسبة للأيام القادمة، من المتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد أن يتشكل منخفض جوي فوق المناطق الشمالية الغربية من المملكة وتلك المتاخمة للحدود الأردنية. ذلك ناتج عن تقدم لهواء بارد وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة فوق البحر المتوسط، متأخرة لمثل هذا الوقت العام وغير معتادة لبدايات شهر أيار شهر 5. هذا المنخفض الجوي الذي سيتشكل في تلك المناطق سيعمل تدريجيا على نشاط كبير في سرعة الرياح سواء الجنوبية الشرقية القادمة من أواسط شبه الجزيرة العربية، وبالتالي تثير الأترب والرمال، كما يؤدي إلى ازدياد في حدة السحب الركامية الرعدية في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. كما نلاحظ يتعمق هذا المنخفض الجوي كما تلاحظون فوق المناطق الشمالية من المملكة، وبالتالي يوم الاثنين نتوقع أن يكون هناك رياح قوية وموجات غبارية، بالإضافة إلى فرصة لزخات رعدية من الأمطار في هذه المناطق. ويتعمق أكثر هذا المنخفض ويتحرك باتجاه داخل الأراضي العراقية مع ساعات نهار يوم الثلاثاء، مسببا رياح شديدة وموجات غبارية كثيفة على مناطق واسعة من الأراضي العراقية بالإضافة للمناطق الشمالية من المملكة، مع ازدياد في تأثر مناطق مختلفة لا سيما الأجزاء الجنوبية الغربية والمناطق الشمالية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تجلب المزيد بحمد الله من الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى إلى هذه المناطق. إذا أخذنا نظرة مقربة على توقعات الرياح، كما تلاحظون هذه التوقعات مساء اليوم السبت بعض الرياح النشطة في بعض الأجزاء تثير بعض الموجات الغبارية، ولكن نهار يوم غدا كما سنلاحظ يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية في هذه المناطق كنتيجة لبدء تشكل هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. أما يوم الاثنين فكما تلاحظون اشتداد في سرعة الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية، وبالتالي تثير الأترب والرمال على المناطق الغربية وأجزاء من المناطق الشمالية بما فيها منطقة حائل. تصل هذه الرياح إلى المناطق الشمالية وتشتد بشكل لافت هذه الرياح كما تلاحظون في منطقة تبوك في ساعات بعد الظهر، وهذه جميعها ستعمل على إثارة الأترب والرمال وحدوث موجات غبارية في المناطق الشمالية من المملكة. أما يوم الثلاثاء فكما تلاحظون هناك هذه الألوان تشير إلى الرياح القوية، هناك رياح شديدة متوقعة أن تهب من جنوب الجزيرة العربية مرورا في المناطق الغربية من الرياض إلى القصيم وحائل ووصولا إلى المناطق الشمالية، تسبب موجات غبارية كثيفة وتنتقل إلى داخل الأراضي العراقية نتيجة تمركز وتموضع هذا المنخفض الجوي. نظر أقرب على توقعات الهطولات المطرية بالنسبة للأيام القادمة، نبدأها في ساعات مساء هذا اليوم. تبقى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي بدورها تعمل على هطول بمشيئة الله زخات رعدية من الأمطار في هذه المناطق. هذه الزخات الرعدية من الأمطار تكون غزيرة في نطاقات جغرافية محددة وتعمل على تشكل السيول وجريان الأودية، وتكون ذات كثافة مطرية عالية، وهي تهطل في أماكن تعتبر الأكثر جفافا في المنطقة في شبه الجزيرة العربية وهي مناطق الربع الخالي. نهار يوم غد الأحد تشتد التكونات المطرية والرعدية فوق الإمارات وسلطنة عمان وأجزاء من البحرين وأجزاء محدودة من شرق المملكة، في حين يتوقع أن تنشط السحب الركامية الرعدية خلال ساعات بعد الظهر على بعض الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة. إذا انتقلنا ليوم الاثنين كما تلاحظون هناك أمطار رعدية متوقعة في جنوب غرب المملكة على المرتفعات الجبلية، تكون غزيرة على تلك المناطق ورعدية، وتمتد هذه التكونات الرعدية الماطرة شرقا باتجاه نجران وشمالا باتجاه مناطق القصيم وحائل ووصول حتى بعض الأجزاء الشمالية من المملكة. هذا الأمر متوقع يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. تكون هذه الزخات أيضا ذات طبيعة
بأنها لديها كثافة مطرية كبيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، وتعمل على تشكل السيول وجريان الأودية أثناء حدوثها، وربما تسبق بموجات غبارية كما تحدث بسبب نشاط سرعة الرياح الكبير. يوم الثلاثاء من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون هناك فرصة جيدة للأمطار مرة أخرى، واستكمال الفرصة يوم الاثنين على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية للمملكة، وصول إلى المناطق مثل القصيم وحائل وحتى المناطق الشمالية. هناك أحوال جوية غير مستقرة، أمطار رعدية، رياح قوية على كل هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، غيوم متفرقة هذه الليلة، درجة حرارة 24 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 17%، أجواء بدأت تصبح جافة وأقرب منها إلى الصيف من الربيع، ولكن بشكل عام الأجواء تكون معتدلة وذات درجات حرارة مقبولة نسبيا خلال ساعات هذه الليلة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا في مناطق المملكة، نبدأها من الشمال في تبوك من 34 إلى 22، في سكاكا من 34 إلى 24، وفي عرعر من 33 إلى 21 درجة مئوية. المناطق الغربية في مكة 40 درجة مئوية مع أجواء تصبح حارة، الصغرى 26، 36 إلى 23 في جدة، 37 إلى 23 في مدينة المنورة، و31 إلى 20 درجة مئوية في الطائف، وأجواء مستقرة في هذه المناطق. فرصة لبعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار في جبال جنوب غرب المملكة، في حين تكون درجات الحرارة كالتالي: في الباحة من 27 إلى 20، في أبها من 28 إلى 19، أما في جازان من 36 إلى 30 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الشرقية، في الإحساء أجواء حارة نسبية من 38 إلى 24، في الدمام من 35 إلى 23 مع ظهور بعض السحب، هناك فرصة ضعيفة لأن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار أحيانا، أما في حفر الباطن من 36 إلى 23 والأجواء حارة نسبيا بوجه عام. المناطق الوسطى من المملكة 35 إلى 23 مع ظهور بعض السحب، في القصيم من 34 إلى 22 درجة مئوية، أما في حائل من 31 إلى 20 درجة مئوية. وكما ذكرنا سابقا هناك بعض الموجات الغبارية والأتربة في المناطق الشمالية المملكة تبدأ اعتبارا من نهار يوم غد. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، إذا في العاصمة الرياض غدا من 35 إلى 25، يوم الاثنين من 36 إلى 27، مع فرصة لأن تكون هناك بعض الأتربة المثارة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار يوم الثلاثاء لا سيما في ساعات الليل، مع درجة حرارة 37 درجة مئوية نهارا، يعني الطقس حار نسبي، في حين تكون في ساعات الليل 28 درجة مئوية. المزيد بشأن التوقعات للأحوال الجوية خلال مواقيت هذا الأسبوع تجدونها عبر النشرة الجوية الأسبوعية التي تتحدث عن طقس هذا الأسبوع الغير مستقر في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.